السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وأسعد الله مساءكم بكل خير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا من كنوز ميسم الورد الطائفي، من عواد ميسم الورد الطائفي النادرة والفاخرة، الهندي الأنفال القديم. عندنا هندي أنفال قديم وعندنا هندي أنفال أقدم، هذا أبو 45 عام. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي بيشمه ما شم رائحة هندي زيه أبدا، ولا في أنواع الهندي كلها. رائحة هندي مميزة، رائحة عود هندي بثبات وفوحان عالي جدا جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أفلح من ذكر الله وصلى على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا العود الهندي الأنفال القديم اللي اليوم أنا طيبت منه وصورت لكم إياه. عود ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من أجمل وأفخم الأنواع الهندية، العواد الهندية. عمر العود يتجاوز 45 سنة اليوم. رائحة العود رائحة قصور ورائحة ملكية فاخرة جدا جدا جدا. العود ما هو بخفيف حتى، وأشكال العود جميلة جدا. خلنا أولع لكم الفلاش على هذه، أظلمينا كذا والله. أيوة كذا، نحن يمكن أعطينا العود جزء من حقه. شوفوا لون العود، شوفوا عروق العود، شوفوا بطن العود. حقيقي أنا على مر يمكن 15 عام ما مر علي عود هندي بهذا الجمال. كل كسرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من هذا العود تقول أنا أجمل وأفخم وأفخر من اللي قبلي. اللي يحب العود الهندي يدور عود هندي ناهي ويميزه ويتميز به عن الكل، الأنفال القديم مرة لا يروح عنه. ترى عندنا أنفال قديم وعندنا أنفال أقدم، واحد ب700 وقيت والثاني ب1500. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العود يتكلم عن نفسه. وريتكم أداءه على الجمر، وأنا مدمن إني أشم رائحة هذا العود. بوريكم إياه مرة ثانية، مع أن الأداء على الجمر هذا ما يوضح إلا الزبد بس، لا يوضح رائحة ولا يوضح شيء. وأنا ضد هذا الكلام. ممكن إنه واحد يحط لك كسرة على الجمر ما هي بالعود اللي يصوره ويقول لك هذا العود، إيش دراك؟ ولكننا نستأنس بهذا وأنا نتطيب. أيضا هذا العود من الأعواد الصلبة، الأعواد القوية اللي تحتاج نار قوية. اشتعال الفحم وطريقة التعامل مع الطيب أهم بكثير من انتقاء الطيب. ممكن أنك تنتقي أفضل أنواع الطيب وما تعامل معه زين، تظلمه. احرص أن يكون الفحم على أداء عالي، يكون نوعه زين ومولع من كل مكان. شوفوا هذا الكسرة، ما أخذنا أجود الكسر مع أن كلها جيدة، لا، لكن أخذنا ما قد يقع النظر عليه ويقع عليه اتهام بأنه أقل الكسر. تشوفون أداءها، وش بتشوف؟ بتشوف أداء فاخر. ويا ريتكم والله تشمون الرائحة، تشوفوا لون الزبد، شوفوا كثافة الزبد، شوفوا كثافة التبخير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ودي منجرب هذا العود يعطيني تجربته. ترى نستانس مرة 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 إذا قدمنا أنواع فاخرة ونالت على استحسان الناس. شوفوا أداء الكسرة ما شاء الله من كل مكان.
من كل مكان وتعطي زبد رهيب جدا جدا وأداء عالي وفاخر. اللي يدور الزين لا يبعد. هو في مشكلة واحدة ممكن انها تواجه اللي يشتري الطيب هذا واللي يقتنيه، انك راح تحرقه كله، ما راح ابدا تشبع من رائحة هذا العود الجميلة. انا اعيد واكرر، انصح من يبغى تميز، من يبغى رائحة تشع في المجلس لين ينشدون الناس وش هذا الطيب، منين جايبه؟ أنا أجزم أن اللي بيشم الطيب هذا عندك بيقول لك من وين جايب هذا؟ هذا مكنوز مدسوس، رائحة عود قديم، ولا بيعرف وش هو، لأن حتى رائحته ما هي متكررة في الهندي ولا متكررة في أي عود. رائحة هندي، رائحة زعفرانية الحقيقة، عود فاخر ويستاهل وبقوة أنه يتربع بين كنوز ما يسمى الورد الطائفي. الجميل حتى في هذا العود أن كل العواد الهندية المعروفة، كل الهندي المعروف، أي عود هندي معروف، معروف بنكهته سبايسي اللي أحيانا تلسع في العين، هذا أبدا ما فيه، ابدا ابدا. قرب وطيب وحطه وخله يباشر عين، باذن الله انك ما تحس فيه اي شيء، تحس فيه هداوه، تحس فيه يا رجال ينعشك الى اجواء خياليه. كمل الكسر هذه الحين سنابتين، قارنوا حجمها بحجم الفحم اصغر الاحجام، كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله تحولت إلى براكين تنبع بالدهن، تزبد من كل مكان. كيف لو نحطي من ذي؟ هذه لا زالت صامدة، ما ودها والله، ما ودها أبدا أنها تطفي، ولا ودها أبدا أنها تقطع هذا الجمال. يعتبر وفاء صح؟ لو نحطي من ذي، اي والله وفية. الى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونصل معكم الى نهاية تغطية هذا اليوم من تغطيات ميسم الورد الطائفي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.